صباح الخير انا اسمي الدكتور ماجد الزكري وانا استاذ جراحه قلب وصدر في جامعه القاهره احنا طبعا لما نحب نتكلم عن جراحه القلب نحب في الاول نطمن تماما المريض اللي عنده مشكله في قلبه انه الامور بتبقى في ال سنه اللي فاتوا نتائج جراحه القلب في المراكز المصريه الجامعيه مراكز وزاره الصحه والتامين الصحي النتائج بقت ممتازه جدا وابتدينا نعمل جراحة في مجموعة ناس كان استبعاد الجراحة فيها هو الساري قبل كده سن متقدم ضعف في عضلة القلب مشكلة في الصمامات ومعها مشكلة في الشرايين فده بنقدر نتعامل معاه بطريقة موضوعية جدا والعيان اللي عنده صمام فيه علامة في استفهام بيجي له وجع في صدره لما يناقش الحالة الصحية بتاعته مع الطبيب مهم قوي يبقى العيان فاهم ايه الخيارات العلاجية المتاحة ليه اي حاجة العلاج فيها بيبقى يا اما ادوية يا اما قد يكون دعامة او علاج طبي مكثف بطريقة معينة بتركيب مثلا منظم ضربات قلب غوازة او انه يعمل عملية فدايما يبقى في سؤال هل بالنسبه للحاله بتاعتي يا دكتور الموضوع ده أجد فيه ان انا اركب دعامه انا عندي سكر العضله بتاعتي مش كويسه كل دي حاجات بتبقى فيها تفصيل للعلاج لكل حاله على حده والدكتور لازم مع المريض والعائله بتاعته يوصلوا للقناعه ايه احسن علاج للحاله بتاعته في الوضع بتاعه بالنسبه للجراحه بتاعه الصمامات احنا قدمنا حاجة مهمة في المؤتمر ده عن علاج الزبزبة الأوزانية مع عملية الصمام الميترالي انتوا عارفين الزبزبة الأوزانية دي بتصيب عدد ضخم من المرضى وبتتعالج بطريقة دوائية انما ده ما بيلغيش احتمال انه يحصل جلطات ناتجة من الأذين الأيسر وبتعمل طبعا عواقب وخيمة للمريض بما ان احنا بنفتح الصدر وبنعمل عملية الصمام الميترالي فبنقدر نعمل عملية اضافية عشان نرجع نظم القلب الى وضعه الطبيعي فالاذين ينقبض مره اخرى ويمنع انه الدم يحصل في حاله الركود التي تترجم الى تجلطات في تجويف الاذين الايسر. طبعا لو نقدر نصلح الصمام الميترالي العيان مش هياخد بعد كده مضاد تجلط. نتخيل مع بعض سيده في مقتبل العمر عندها يعني امل انها يبقى عندها اطفال يستحسن جدا ان يعني احنا نعملها عمليه نصلح فيها الصمام ونرجع نظم القلب الى النظم الطبيعي فبعد ثلاث شهور من العمليه بنوقف كل ادويه التغلط والنظم القلب يبقى منتظم ويبقى في الحمل والولاده تتم بطريقه طبيعيه. على فكره نسبه مرضى الصمام الميترالي خصوصا من السيدات اغلبهم بيظهروا قدامنا في مراحل متاخره من ال تقدم المرض الاوزين الايسر بتاعهم بيكون كبر فاكثر من 30% من العيانه اللي هي صغيره في السن محتاجه عمليه لتغيير الصمام او اصلاح صمام مترالي عندها فعلا مشكله الذبذبه الاوزانيه وانا اتذكر اول حاله عملتها من هذه النوعيه المريضه جت جالها جلطتين في الجهاز العصبي المركزي وكانت سنها صغير قالت لي يا دكتور ماجد لو انت هتعمل لي عمليه للصمام انا مش عايزاها لان لو يجي لي جلطه تالتة انا مش هعرف اخدم اطفالي وفعلا قلت لها دي عمليه ما اتعملتش في مصر الكلام ده كان سنه 2000 والحمد لله لغايه دلوقتي عندها نظم قلب طبيعي فبنشجع المريض دايما انه يتناقش مع الدكتور ويبص في الانترنت يتعلم ايه الجديد اللي بيحصل لانه في كل يوم احنا بنتعلم ومتلقي الخدمه اللي هو المريض بيتعلم وفي النهايه السوشيال ميديا النهارده بقى ليها واقع مهم قوي في التشخيص وفي العلاج لانها بتعمل توعيه مجتمعيه لاهميه ما نسميه بالهارد تيم ديسيشن يعني بقى في فريق طبي متكامل من المريض ودكتور امراض القلب والجراح ياخدوا قرار متفق عليه ثلاثيا عشان نقدر نوصل لاحسن خدمه للمريض. انا طولت عليكم واشكركم وان شاء الله نلتقي دايما في معلومات اخرى. شكرا.